الاشاعات كتخرج بان الام ديال بانها راه ما مهرسه ما شي حاجه. مهرسه لا سيدي مهرسه، وكاين التصاور ديال الطبيب ومضروبه للراس، راه عندها واحد الضربه في راسها، سيروا صوروها ويشوفوها، وعندها واحد الضربه في رجلها من غير هذيك الهرسه. ومسكينه زعما ديك المراه راه عندها شي 90 عام ولا، ماشي سهله، ماشي ديال ديك الطيحه، وراه طاحت على راسها وربي يحفظها اللي كانت دايره الكاس. والوالده ديالي ما نقدرش ندوزها انا بزاف سنيه، لان راه مسكينه تومرت علينا في الصغر ديالها، عندها 10 ديال الدراري، والحمد لله اللي ربي يجزاها مازال كي قال نشوفوها وشوفنا. وهي الاغلبيه مسكينه بقوه المحنه كانت كتجي عندي، مع دابا كتسكن بحديتها عندها البلاد ديالها تما، وحده كتجي تزورني اكثر من اللي كنمشي انا عندها. والله يهدي الجميع، لان اللي جا باش يدير على الدنيا راه مشاكل، الغلط كيوقع وكذا، والله يهديهم الله يهديهم الله يرضى عليهم كلهم، واخا نفرضوا نعيمه غلطات ولا هذيك غلطات ولا كذا، ولكن الهدايه من الله، وهذيك راه امهم. وبقات كتبكي علاش ما جاو الزربه في السبيطار، كتبكي حتى مولا امي دابا يجيو عندك، دابا عيات تسنى ما جاوش، قالت لي انت راه ما، قلت لها الوالده الهدايه من الله، نهار يكتبوا وهذا راه غادي يحن يحن، راه تجي وتجي حتى تلقى راسها عندك الداخل. لا ما غير دعي معاهم بالرضا، سواء زاروك ولا ما زاروك شيء. وهذا هو اللي كنتمناه من الله، كل عباد الله كلها كتمنى هذا الشيء هذا. والوالده ديالي دعيو معايا ربي يشافيها وتقف على رجلاتها، لان هي كتحرك مسكينه بزاف، ودابا هي هذه سيمانه ما خرجات ما دخلات، وتا نخرجها حدايا كنجرب ليها سميتو، ولكن كتزعزع وكذا كتبقى تغوت وهذا، ما صافي كيطلع لي انا براسي الزعاف، علاش؟ لان كنرغم عليها زعما تجي حدايا. وهادشي اللي عطى الله، اللهم لك الحمد، ربي كتب علينا هاد المكاتب. انا براسي درت العمليه هادي 20 يوم، جوج عمليات، هي المراه ديالي اخوتي، جوج عمليات درتهم يلا هادي 20 يوم، والحمد لله اللي سقى عندنا الوليدات ديالنا وحياتنا. وحتى انا راني يلا هادي شي 3 سنين ولا 4 باش نتقاعد، واللهم لك الحمد، زعما جينا باش نفرغوا داكشي اللي جمعنا في 45 عام وانا ساكن بس، كنت شي فور حياتي كلها اكثر من 30 عام وانا صائب. راك كتعرف السائق، خدام في كاميو، خدام في كار، خدام في طوبيس، خدام في معمار، خدام شحال قد هاد القلب واش ما يعمرش، واش ما طردكش المرارة، وانا طردكت لي المرارة. انا طردكت لي المرارة هنا قبل تكون دابا شي 24 يوم ولا 22، طردكت لي المرارة هنا، كانت الظراف ياتي وهي كتطردك، وربي يحفظنا، ربي ينجينا، لان اللي بغاه الله راه كيوقف. وهذا هو، خلانا الله لهاد الدريوريين، وحنا كذلك هذا لحياتنا، والحمد لله. ما حاولتيش دير شي خيط ابيض بيناتهم وتجمع الاسره وتلم الشمل؟ كنت رغبت الوالده تقولها لهم، ومشات وقالتها لواحد البنت راه كتسكن في تطوان، وقالتها لبنتها هنا نيت، ولكن والله ما بغاو لها زعما، على اللي قالت لي الوالده ها هي فين هي، سولوها. انا ما نقدرش نصدم شي حاجه، لان قلتها لها وقالت لي يا ولدي انا غادي نهضر معها وكذا وهادي وهادي، لان علاش؟ حنا غادي، انا غير في هذه العمليه وكان هذا اللي عاونها، ما نشوش الاخره، ولكن الخاوه حد الدنيا، الانسان الى تصالح ولاده، انا ماذا بيا الخوت كلهم يكونوا مزيان، الخواتات الخوت وكذا، ولكن راك كتعرف الانسان اللي هو شويه ما واصلش راه مشكل، لان تحير معاه
اما باش نقدر نهضر مع الدراري انايا هكاك وما يبغيليش ولا ما صغير غادي نمرض كاع، لان بنادم ما فاهمش ما عندك ما دير معاه. نطلب السيده بالله الهدايه من الله. واحد النهار تبقى تبكي وتم جايه الراس، لان تعرف كيفاش تشوف ناس كيف دايرين مساعدين، تشوف بزاف الحالات وغادي تقول علاش انا ما نكونش بحال هكذا. هذه هي. ودابا الوالده هي مسكينه في السبيطار اقسم بالله، وجا عندك وليداتك؟ قالت لي لا، هو السبيطار خصهم يزوروها على الاقل في السبيطار. هنا نقولوا انا ما كيتصوبش معايا ماشي مشكل، ولكن انا واخا غايجي عندي بحال با ما نقدرش نهضر مع شي واحد شي كلام ناقص ولا مرحبا بي وميات مرحبا، لان راه داعين دزوله وحده وكبرنا صغارين مثلا وكذا وعشنا واحد العيشه زوينه والحمد لله. ما يكونش الفلوس اللي كيغيروا الانسان وكيخليوه ما يبقى يفكر لا في خوته ولا في والديه. طبيعة الحال، لان هذه هي الدنيا، الفلوس راه كتغير الناس اللي هما قلت لك ما معانيش، هذا هو اللي كاين. اما الناس اللي سبورت الله كذا ماشي شي حاجه. شنو هي الفلوس؟ شنو هي؟ العقل والثبات. وبنادم راه فايزه، الدنيا فايزه، ماشي الفلوس هي كلشي، البركه هي كلشي. اللي قنع راه شبع. الانسان شوف وتقبض غير 30000 ريال وتكون في الحلال بالصح راك تعيش بها قايد، وقبض مليون ونص وجوج ولا كان الحرام والله لا كملتي بها الشر، والله تتعيش في الكرام وما ديرش الدار. انا كنت تنعرف خدمت بزاف ديال الخدمات شركات كدا الى اخره، خدمت مع الدوله اقسم بالله ناس موظفين كادر والله ما كاسب الدار بالله، الا كاين 2000 درهم 2000 تيمشي تسوى غير المشاكل اللي شويه. ولكن علاش؟ لان مولف التبذير واحد المسكين تيعيش مرتاح، ما ناوي يدير حتى شي حاجه في حياته، ناوي غير الخير مع وليداتو والسلام. لا لا، قوة الصحاب، الصحاب اللي بلا فايدة، قوة كذا، هذه المشاكل اللي هي كذا، ألور ما كيقلب على راسو كيلقى راسو كاع كبرقة والتقاعد وما دار والو. هذا هو اللي كاين. شكرا. شنو الرسالة ديالك اللي كتوجه التالية؟ الرسالة كنشكر الجميع، يكون الهداية من الله كما قلنا، ما يديرش بحال هذه المشاكل هذه، وما يفوتش والديه، لان الوالدين نهزوهم بسنانا، والانسان الوالدين هما الوالدين، وخا تعيا دير ما ترد لهمش داكشي اللي داروا معاك، لان هذيك البزوله وديك الحماله اللي كانوا كيحملونا بها زمان ما كانوش شاهد الكراس كيديروا دابا، ما كانش هاد المشاكل هاد الكماليات ما كايناش، حتى التليفون ما كانش، راه سيدي ربي كرمنا بهاد التالي هذا، اللهم لك الحمد. هادو ما كانش، كان الناس يظلم الظلام تيعيشوا بحال دوك النموره ودوك السبعه اللي بالغرا. دابا الحمد لله الدنيا زيانت، اللهم لك الحمد، الله يعمر ربي يكمل عليها الخير ويحيد هاد الوباء ويحيد هاد الشيء هذا، والدنيا تولي زوينه والحمد لله. الحمد لله يا سيدي ربي الحبيب، الا ما تسمح لنا وكلشي الامور ترجع كيف طبيعتها، وسيدي ربي الحبيب يسمح لنا يسمح لنا، لان كنقولوها صباح ظهر عصر كنطلبوا سيدي ربي في اي وقت، المغرب العشاء كندعيو كندعي مع وليداتنا وليدات الناس، لان كيما انت كيف الناس اللي طلبوا راسك طلبوا لعباد الله. وباي باي عليكم وليداتي المشاهدين، شكرا. وداخل الوطن وخارج الوطن